أحسن الله إليكم. لا شك أن البقاء في المسجد أفضل، ولا سيما إذا صلى صلاة وبقي يقرأ القرآن ينتظر صلاة أخرى، ويكون المسجد أهدى في الغالب. فهل لكم توجيه آخر شيخ صالح؟ نعم، هذا شيء طيب، يعتكف في المسجد ولو زمنا يسيرا، يتلو كتاب الله وينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة القادمة، هذا فيه فضل عظيم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.